السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. مشاهدينا، عاد التوتر الامني للعاصمه المؤقته عدن، ولكن هذه المره على خلفيه وصول طارق صالح الى المدينه، حيث نشرت المقاومه الجنوبيه قوات لها، معتبره في بيان لها ان وجود قيادات النظام السابق في عدن استفزاز للجنوب واستهتار بدماء الشهداء. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش عودة التوتر الأمني في عدن في محورين: الأول، ما وراء التوتر الأمني في عدن وعلاقته بإعادة النظام السابق، والثاني، آثار تدخلات التحالف على الشرعية وعلى الجيش الوطني. أعلن مجلس المقاومة الجنوبية رفضه لاحتضان عدن لقيادات من النظام السابق، وأكد المجلس رفع الاستعداد القتالي ضد بناء معسكرات لقيادات صالح، مطالبا التحالف العربي باحترام إرادة الشعب. كما حذر بيان المجلس كافة الأطراف التي تقدم تسهيلات لاستقبال قيادات نظام صالح. مشاهدينا، نتابع سويا هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش مع ضيوفي. من جديد تعود عدن إلى خط التوتر الأمني، لكن هذه المرة بين المقاومة الجنوبية وقوات التحالف العربي. فالمقاومة الشعبية الجنوبية نشرت نقاطا أمنية تابعة لها على الطريق الممتد من المطار بخور مكسر إلى مدينة البريقة، حيث مقر قوات التحالف العربي. وأكدت مصادر إعلامية أن الانتشار الأمني أتى على خلفية تجاهل قوات التحالف لمطالب المقاومة الجنوبية والمتعلقة بوجود طارق صالح بعدن. أدانت المقاومة الجنوبية تسهيل مرور واحتضان طارق صالح، واعتبرت وجود قيادات تابعة للنظام السابق استفزازا لتضحيات الجنوب واستهتارا بدماء الشهداء ومشاعر الجرحى. ورفض مجلس المقاومة الجنوبية في بيان له تجاوبه مع أي توجهات لإعادة تجميع القيادات العسكرية للنظام السابق أو بناء معسكرات تدريبية لها، وحذر البيان أي طرف يقدم التسهيل لقيادات نظام المخلوع صالح. لم تكتفي المقاومة الجنوبية بالإدانة، بل أكدت استعدادها لاتخاذ الإجراءات اللازمة، منها رفع درجة الاستعداد القتالي، داعية عناصرها للاستعداد لتنفيذ التوجيهات الميدانية، مطالبة في الوقت ذاته التحالف العربي باحترام إرادة الجنوب. تأتي التوترات الأمنية بين المقاومة الجنوبية والتحالف العربي بعد أنباء تحدثت عن وصول طارق صالح إلى مقر التحالف العربي، بالتزامن مع أنباء أخرى عن وصول ضباط جنوبيين تابعين لحرس نجل المخلوع صالح إلى مدينة المخا. يرى مراقبون أن التحالف العربي يسعى إلى تجهيز قوات خاصة يقودها طارق صالح، بينما يحذر معارضون من خطورة ما تفعله الإمارات على الشرعية، مؤكدين وجود توجه جديد يهدف لبناء جيش موازن للجيش الوطني التابع للشرعية. إذن نبدأ نقاش مشاهدينا، وينضم إلينا من العاصمة المؤقتة عدن الصحفي صلاح السقلدي. سيد صلاح، مساء الخير. مساء الخير. اهلا. مساء الخير استاذ المشاهدين جميعا. اهلا وسهلا. اهلا بك سيد صلاح. يعني لو تضعنا في تفاصيل ما جرى في عدن، ما هي الصوره الكامله لما يحدث؟ ان كان تقصد اخبار العميد طارق وما اثير جنبه، نحن نقصد ال 24 الساعه الماضيه سيد صلاح. نعم، الموضوع المثار الأبرز هو موضوع طارق صالح، وما قيل بأن هناك معسكرات يتم التحضير لها وتجهيزها في الجنوب وفي عدن تحديدا. هذا هو الموضوع الطاغي تقريبا في الساحة الجنوبية، بالإضافة إلى مواضيع أخرى ثانوية، ولكن يبقى هذا هو الموضوع الأكثر جدلا والأكثر إثارة بالساحة الجنوبية. نعم، لكن يعني هل بات من المؤكد وجود طارق صالح؟ وأيضا ما ذكره البيان عن أن هناك يعني نوايا أو ترتيبات لإقامة معسكرات للنظام السابق وأسرة صالح تحديدا في المحافظات الجنوبية وعدن. الخبر لم يتأكد على الإطلاق الآن من أي جهة، ولكن لم يتم في الجهات المعنية وبالذات دول التحالف لم تنفي هذا الخبر على الإطلاق حتى الآن، وهذا ما يعزز التكهن بأن ثمة شيء موجود
ولكن يبقى القلق هو قلق مشروع، القلق الذي يبديه الجنوبيون بالمقاومة الجنوبية والحراك الجنوبي وبما فيهم حتى المجلس الانتقالي الجنوبي. فهذه هذا القلق يأتي بعد سلسلة من التجاوزات والتخطي للجنوبيين. فهناك حصل تحالفات بالآونة الأخيرة، حصل تحالفات نسج تحالفات جديدة بين التحالف والإصلاح بشكل رسمي، وهناك ربما نقاط واتفاق تم اتفاق عليها في اللقاء الذي تم بين الأميرين وقيادة الإصلاح، تبعها بعد ذلك استقبال المؤتمر الشعبي العام وقياداته، ومن ثم لحقها دخول طارق وقواته وما تلقى. يعني سيد صلاح أنت تريد القول أن من أتى بطارق صالح هو الإصلاح إلى عدن ومن احتضنه في عدن مثلا؟ لا، ولكن هو أتى به ولكن ليس بطريقة مباشرة، هو قلب طارق المجابهات الإصلاح في الدرجة الأساسية، ولكن هذا يأتي على حساب الجنوبيين، فالساحة الجنوبية تحولت إلى ساحة صراعات محلية وصراعات إقليمية. فأنا في تقديري بأن طارق، وهذا كتبت بأكثر من تحليل وأكثر من مقالة، بأن طارق والمؤتمر الشعبي العام الذي يسعى التحالف والإمارات تحديدا بإعادة لملمتهم، هو يتم المجابهة بالإصلاح حتى لا تسقط صنعاء من يد الحوثيين إلى يد الإصلاحيين. لكن إعادة تدوير أسرة صالح سيد صلاح كما هو معروف هو يعني مشروع تتبناه دولة في التحالف العربي، وهذا شيء واضح لا علاقة له بكيانات داخلية. هذا هو ما يفترض أن يكون، لكن بالحقائق هي تشير على النحو التالي. الإمارات راهنت على المؤتمر الشعبي العام بأن يقلب الأمور من داخل القلعة الحوثية الصنعانية هناك داخل المؤتمر الشعبي العام حينها، وعندما قتل علي عبد الصالح بقي الرهان على طارق اللي هو أبرز العناصر في المؤتمر الشعبي العام. الساحة التي يتم تأهيلها وتجديدها وتصليحها للمؤتمر ليكون مجابر للإصلاح هي الساحة الجنوبية، ولا أستبعد الأخبار التي قيل بأن هناك تسليح يتم الجماعات المؤتمر وعلى رأسهم طارق، وأن هناك معسكرات يتم التحضير لها، لا أستبعد برغم أن الأمور لازالت غامضة، ولكن المؤكد بأن التحالف يعيد ترتيب تحالفاته على حساب الحراك الجنوبي، وهذا ما أثار قلق كثير للقوى الجنوبية من فيهم المقاومة الجنوبية التي أصدرت كما قلت بيان قوي وبيان صريح. ومنتظرين ماذا سيتمخض عنه الدعوة التي أطلقها اللواء الزبيدي بلقائه بالقيادات المقاومة الجنوبية في هذا الأسبوع. كل هذا ستتضح الأمور جليا، ولكن من المؤكد أن شيئا ما يدار داخل الجنوب، ما هو بالضبط لا أحد يستطيع أن يجاوب على هذا الإجابة بإجابة صريحة يعني. نعم، لكن سيد صلاح أيضا هناك الأنباء تتحدث والبيان يؤكد أن هناك قوات جنوبية انتشرت وتتمركز في أكثر من منطقة في عدن، ما هي أبرز أماكن تمركز القوات الجنوبية في العاصمة المؤقتة؟ وأيضا هل هناك من تحرك مقابل؟ نعم، مثل ما تعرف في عدن وفي الجنوب عموما الأمور ليست بيد أحد، وهناك أطراف كثيرة تتنازع الأرض بما فيها جناح المقاومة الجنوبية أجنحة المقاومة الجنوبية. فالتحركات التي سمعنا عنها وبأن هناك آليات عسكرية انتشرت هذا خبر مؤكد، ولكن هل هذه القوة ستصطدم بقوات التحالف؟ هذا ما أستبعده على الأقل في الوقت الراهن، ولكن يبدو أن المقاومة الجنوبية أرادت أن تقول للأطراف المعنية بما فيها التحالف بأن نحن موجودين هنا وأن قضيتنا لابد أن تكون فوق الطاولة، وكفى تجاوزا للقضية الجنوبية. هذا هي الرسالة التي أريد أن يوصلها الفكرة المقاومة الجنوبية بإخراجها للآليات وبيانها المذكور سابقا. نعم، يعني جميع فصائل الحراك الجنوبي بما فيها يعني المتناغمة مع دولة الإمارات جميعهم يرفضون فكرة يعني احتضان أسرة صالح من جديد وتصديرها للمشهد وبناء معسكرات لها.
بالتأكيد الجميع ضد هذا، ولكن يظل التباين هو ما بين من يعلن صراحة ومن ما لا يزال يتحفظ إلى أن تتضح الأمور، وعلى رأسه هو المجلس الانتقالي. فيبدو أن هناك تريث من المجلس الانتقالي، لا أعرف لماذا، قد ربما لديهم حسابات ولديهم تواصلات مع الجانب الإماراتي الذي هو سيد التحالف هنا، ولكن الكثير من القوى الحراكية وكثير من الشخصيات السياسية سمعتم أنتم بوسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الأخبارية بأن أصوات كثيرة ترفض مثل هذه الأخبار إن صحت، وترفض ما تم فيها من تحالفات بعيدا ومعزلا عن الحراك الجنوبي الذي هو لعب الدور الأكبر وله كثير وقدم وضحى أكثر من أي جهة ما فيها التحالف داخل الجنوب هناك. وبالتالي إن كان هناك من يتسيد الموقف هو الحراك الجنوبي، صاحب الحق في الأرض وصاحب الحق في الانتصارات التي حققت. نعم، لكن سيد صلاح هنا نتساءل عن المجلس الانتقالي الجنوبي، ما هو موقفه مما يحدث خلال ال 24 ساعة الماضية؟ إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد صلاح السقلتي صحفي من عدن. إذن مشاهدينا كما تتابعون هناك توتر أمني خلال الساعات الماضية في عدن نتيجة وصول قيادات تابعة للرئيس المخلوع منها طارق محمد عبد الله صالح، يعني متواجد في عدن باستضافة التحالف هناك. هناك كما يبدو وكما تحدثت الأنباء الواردة من هناك يعني عملية لإعادة تصدير الرجل هذا إلى المشهد وبناء معسكرات تتبع هؤلاء يعني جماعة النظام السابق، بحيث أنهم يكونوا يعني تكون العاصمة المؤقتة عدن منطلق لهم. هنا مشاهدينا يفترض أن ينضم إلينا العقيد علي الذيب الكازمي نائب أول مدير أمن عدن، لكن مشاهدينا سنبدأ مع ضيفنا بعد أن نذهب إلى فاصل قصير. إذن مشاهدينا الاتصال بالعقيد علي الكازمي لم يجهز حتى اللحظة. سنستضيف الآن الدكتور محمد آل زلفة عضو مجلس الشورى السعودي سابقا. دكتور مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور. دكتور مرحبا بك، يعني تتابعون التطورات الأخيرة في عدن بين المقاومة وقوات التحالف العربي، ما قراءتكم لها؟ المقاومة تقوم بدور بطولي رائع في سبيل إعادة الشرعية إلى اليمن. نعم. ويحققون العديد من الانتصارات في كل الجبهات التي فتحها الحوثي وأتباعه ومن كان معه. نعم. ولذا عدن كانت بكل أسف المدينة الرائعة، المدينة ذات المكان الكبيرة في التاريخ، هذه المنطقة استهدفها الحوثيين ودمروا من هذه المدينة ما دمروا، ولا زالوا يحاولوا أن لا يجعلوا لها مكانا أو مجالا للاستقرار، ولكن يبدو أن الحكومة الشرعية والمقاومة البطلة اليمنية والجيش اليمني الذي يناضل من أجل استتباب الأمن والاستقرار في عدن وإعادة الوضع الطبيعي في عدن، ومن ثم تمهيدا لعودة الحكومة مرة أخرى إلى العاصمة صنعاء حينما تحرم الحوثيين. نعم، لكن هناك أحداث شهدتها العاصمة المؤقتة مؤخرا، انتشار للقوات الجنوبية تزامنا مع وصول طارق صالح إلى عدن، كيف تقرؤون ما يحدث مؤخرا؟
القوات الجنوبية كيف يعني، هل مع الشرعية وضد الشرعية ولا من هم مع مين؟ القوات الجنوبية تحديداً، قوات المقاومة في الجنوب، يعني اليوم قوات التحالف تستضيف طارق صالح كما تتحدث الأنباء، والبيان البيان المقاومة مجلس المقاومة في عدن، يعني الرجل وصل إلى عدن، بينما هذه المدينة قبل عامين لاقت الويل من وراء هؤلاء الانقلابيين ومنهم صالح وقوات الحوثي. اليوم يعني قيادي بارز من أنصار صالح وطارق يصل إلى العاصمة المؤقتة عدن باستضافة التحالف، المقاومة ترفض هذا الشيء، كيف تقرؤون هذا الفعل؟ بكل أسف الأخوة في الجنوب يعني ذاقوا أمرين، من حكم صالح ومن ما جره صالح على عدن في مع تطور الأحداث بعد قيام الإنقلابيين. فربما الجنوبيين لهم موقف من أي شيء يمثل إلى صالح، لعدم ربما لعدم ثقتهم في من في من له علاقة بذلك الإنسان الذي ذهب بكل أسف إلى ما ذهب إليه. لكن أنا أعتقد أن المكان الطبيعي لابن شقيق علي عبد الله صالح، المكان الطبيعي هو أن يكون في الجبهات التي تناضل من أجل استعادة الشرعية في المناطق التي احتلها الحوثي وأتباعه. مجيء إلى عدن أنا لا أدري بالضبط، يعني إذا كان هو أنه يعني استمرارية موقف عمه الذي أعلن عنه قبل أيام من اغتياله على يد الحوثيين هو مساند في الشرعية، فأنا أتصور هذه الأيام موقفة أن يكون على الجبهات لحتى ما تستقر الأوضاع في الشمال، ومن ثم العودة مرة أخرى إلى الحوار اليمني الذي كان قد رضم العلاقة بين كل أجزاء اليمن لتحقيق رغبة كل أبناء اليمن بما يريدون، ولا يريدون يعني أن يفرض عليهم شيء لا يريدونه. لكن دكتور يعني بعد ما حدث يعني الإنقلابيين فيما بينهم ومقتل صالح وملاحقة بقية القيادات، الرجل هرب إلى شبوة وظهر من شبوة ليصرح أنه يعني يطالب بإيقاف الحرب وأيضا العودة إلى الحوار ورفع الحصار وبنفس النغمة التي يتحدث بها عبد الملك الحوثي. اليوم يصل الرجل إلى عدن ويعني بكل استفزاز للشارع الجنوبي ويتم استضافته. هذا الذي سبق أن قلت، الحقيقة أن المكان الطبيعي إذا كان ابن شقيق علي عبد الله صالح طارق، لكن السؤال هنا دكتور يعني لماذا يتصرف التحالف بهذه الطريقة؟ بطريقة ماذا؟ الطريقة المستفزة للشهداء للناس الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الخلاص من هذا النظام السابق الذي أفسد 33 سنة، اليوم يستضيف طارق محمد عبد الله صالح وكأنه لم يحدث شيء، بينما المدينة دمرت منذ سنتين على أيادي هؤلاء. أكيد التحالف والشرعية في هذه الظروف بحاجة إلى احتضان كل من انفض من حول الحوثيين، والهدف أو العمل يجب أن يركز على الخلاص من الحوثيين لأنهم أعداء للجنوبيين وللشماليين وللشرعية وللجيران ولكل أحد. أما عملية أن يستضاف هذا طارق علي عبد محمد علي صالح يستضاف من قبل الشرعية في عدن، ولا كلف ربما أنه نجا بجلده يعني بطريقة أو بأخرى، والحراك الجنوبي أو أخواننا في الجنوب يجب لا يكونوا على قدر كبير بالحساسية تجاه مثل إلى أن يصفق الحوثي وأتباع الحوثي وكل ما فعل الحوثي ووراء طبعا إيران. هنا نستطيع أن نقول نفتح الحوار اليمني أو عودة إلى الحوار اليمني أو مخرجات الحوار الوطني، وهنا نستطيع القول أنه ممكن أن يقرر اليمنيون ما يريدون بعد التخلص من الحوثي ومن تابع الحوثي من
الذين عاد الشعب اليمني سواء في شماله أو في جنوبه. لكن أسلوب الترحيب يا دكتور القائم من قبل إعلام التحالف بهذا الرجل على أنه يعني تصويره كبطل ومنقذ للوضع وللمعركة اليوم، بينما الرجل لا يعير أدنى يعني اهتمام في هذه المسألة، يتكلم بلغات التحدي وكأنه يعني ما زال في حاضنة عبد الملك الحوثي قبل أشهر. أنا أتمنى الحقيقة وأنا مع التحالف بكل قلبي وداعم له بكل التحالف مع الشرعية، ولكن إذا كان هناك من يثير أو يغضب البعض فأنا أعتقد ما هذا الوقت الذي ينظر إلى هذا أو ذاك أنهم أبطال. يعني ماذا سيفعل هذا الرجل حينما يحتضن في عدن وإلى آخره؟ أنا أعتقد أنه كان يحتضن نعم، لكن يبقى في شبوة ولا في البيضة ولا في مأرب ولا في على الحدود مع صعدة ولا في دمار. هنا هذا موقع إذا كان فعلا يريد أن يعمل مصالحة مع القبائل التي أغضبها عمة من قبل وأغضبها بسبب ميلة مع الحوثيين، وهنا يستطيع أن يعمل شيئا من أجل الوصول إلى حل كل المشكلة اليمنية بحل المشكلة الحوثي، ومن ثم العودة مرة أخرى إلى ما سبق أن ذكرت للحوار اليمني أو مخرجات الحوار الوطني اليمني الذي يرضي كل الأطراف جمع جنوبه وشماله. نعم، لكن دكتور يعني هناك أيضا من يتهم الإمارات بالقيام بعمل معسكرات في المحافظات الجنوبية خارج نطاق الشرعية. المعسكرات هذه تعد وتحضر لشخصيات كطارق محمد عبد الله صالح، كيف تنظرون إلى ذلك؟ هناك من يحاول أن يهول من مما تقوم به الإمارات. الإمارات يجب أن ننظر إلى دورها العظيم فيما تقوم به في جنوب اليمن، وأيضا في تحرير بقية اليمن من الوجود من الحوثيين ومن أتباع ومن ما لا معهم. فما يقال أن هناك معسكرات وهناك كذا، كلها في الأخير حتصب في المصلحة اليمن، لأن الإمارات تنظر إلى اليمن يمن واحد مع حق كل فئة أو كل طرف من أبناء اليمن أن يقرروا ما يريدون حينما تنتهي مشكلتهم مع الحوثي. لا يأتي من يهول أن الإمارات تعمل معسكرات وكما تقول. هو دكتور يعني لا أحد يتنكر للتحالف وللإمارات كل الجهود التي يعني التي تأتي في سبيل الخلاص من هذا الانقلاب وإيقاف هذه الميليشيات يعني عند حدها، لكن اليوم الناس يعني يستاءون من التصرفات التي تأتي خارج هذا الإطار، يعني عرقلة عمل الشرعية، بناء معسكرات خارج إطارها، هذه المشكلة. مثل ما قلت سابقا الإمارات تعمل من أجل مصلحة اليمن. نرجو أن لا ينخدع أحد من أخوتنا وأهلنا في اليمن بالدعايات التي تروجها بعض وسائل الإعلام وعلى رأسها الجزيرة حينما يتحدثون عن فتح سجون وفتح كذا تقوم بها الإمارات. الإمارات دولة متحضرة تعمل على تحضير المناطق التي يأتون إليها، هم من أسهم في إعادة عدن، هم من أسهم في إعادة مطار عدن، هم من أسهم في كثير من القضايا التي الإنسان اليمني بحاجة إليها. ثم لا يجب أن ننظر إلى القضايا المختلف عليها قبل الحوار اليمني ونجيرها لما يحدث الآن، لا، ننظر لما يحدث الآن بطريقة مختلفة. أننا كلنا صف واحد في تصفية اليمن من الحوثيين ومسببات الفتن في اليمن، ومن ثم نقف إلى جانب أخواننا اليمنيين شمالا وشرقا ووسطا وغربا وجنوبا. كل هؤلاء يجب أن يقرروا المصير الذي يرونه مناسبا، ولكن
لابد أن يكون أولا تحت مظلة شرعية. نعم، إذا وضحت الصورة. أشكرك دكتور. أشكرك دكتور محمد آل زلفة، عضو مجلس الشورى السعودي سابقا، شكرا جزيلا لك. أعود لضيفي عدا مجددا، صلاح السقلدي الصحفي من عدن. سيد صلاح، كنت قد سألتك يعني ما هو موقف المجلس الانتقالي الجنوبي مما يحدث مؤخرا؟ سيد صلاح، هل تسمعني؟ إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بصحفي صلاح السقلدي من عدن. إذن مشاهدينا نكتفي بهذا القدر. أشكر ضيوفي، أشكر صلاح كان معنا سابقا، صلاح السقلدي الصحفي من عدن، والشكر أيضا للدكتور محمد آل زلفة عضو مجلس الشورى السعودي سابقا، وكان يفترض أن يكون معنا العقيد علي الذيب الكازمي نائب أول مدير أمن عدن، لكننا لم نستطيع التواصل به. في الختام مشاهدينا، تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميلة شروق القاسمي، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، أترككم في رعاية الله.